بعد الفاصل. يصنع التاريخ يكتر حدوته فريق. السلام عليكم، ازي الحال يا جماعه؟ الحلم معك يا اهلي يتجدد كل يوم، متعود على البطوله كله في كوم وانت كوم، صوتنا يرق الملاعب، جمهورك اغلى لاعب، خبرك لو في مكانك. ايه يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كلكم هتبقوا كباتن؟ ها، محفور في قلوبنا اسمه، احنا سند وظهر ليه، ولا اشخاص او مكان، احنا بنعشق كيان دايما فوق. عايزين ناخد لعيبه نوديها للاهلي. ها، العالم كله بيشهد اسطوره المصري اتشرف، الاهلي تاريخ يتدرس، مش ممكن يوم يتحرف، لو وسط الصعب يعدي على القمه وملك القاره، بمبادئه واخدها تحدي، اسمه في كل مكان بره. الاهلي في كل بيت بالينا خلاص. هو اسمه كويس؟ لا تمام، خليه يواصل. انا كتير كتير يعني حبيت ما شاء الله النادي والتدريب والاعطاء والاهتمام. لا 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 لا، اكاديميه النادي الاهلي دي بقى يعني الحقيقه اللي ماسك اكاديميه النادي الاهلي الدكتور احمد، يعني ما شاء الله، يعني خلي اهم حاجه عنده الالتزام والادب والانضباط والحاجات دي تربويه، يعني مور اور ليس، يعني بيبقى في نوع من التربيه، في نوع برضه من التعليم، مش كره قدم وبس. الله، عندنا كره نسائيه. ها، عندنا فرقه دلوقتي بتلعب في الدوري. الحلم معك يا اهلي، هذا النشر بتاع الاهلي حبيبي. انت حارس مرمى؟ عجبني الحماس اللي موجود هناك والروح الحقيقه، اللي هي مبسوطه بالتقسيمه وبالطريقه، وفي عيال بتلعب، بتعرف تلعب. يعني انا الاهلي دول مميزين، مش مفيش حد قليل قوي يعني. هذه أقصى مباراة صراحة. ده مكان صراحة مثالي، تعمل في كل السداسيات، الدورات الرمضانية، الأسر يعني على الارتفيشال تيرف في كل أنحاء أفريقيا، فأعرف تماما. فأول ما بصيت على الجنريشن ده، حتى السوفتنس بتاعه زي الجيل الطبيعي، فبالتالي أنا أعتقد إنه ده فيري هيلثي، وبعدين ما يعورش اللاعب ولا يعمل له أي مشاكل في الأربطة. احنا عملنا اتفاقيه مع الدكتور انه اي حد هنا في الاكاديميه عايز يجي يتمرن في مصر، ايه يتمرن فري اوف تشارج. لا والله، يعني عندكم اكاديميتين هنا وفي مصر.